هنشوف دلوقتي شقة 4 غرف مع 3 حمامات مع حديقة خاصة. عندي هنا ده المدخل، عندي هنا أول حاجة غرفة، عندي هنا حمام صغير، ممكن في الجزء دوت يتحط دولاب. جي بعد كده عندي هنا ده المطبخ، من المطبخ بقدر اخرج بره على الحديقة. عندي هنا دي بلكونة مساحتها كبيرة، عندي هنا دي الصالة، دي كده شكل الحديقة كل الجزء ده. الحديقة معايا لحد الجزء اللي ورا، إطالة بسيطة جدا على المدينة. هنا فوق هنا هيبقى فيه زي شلال، هناك هنا الخدمات. نيجي بعد كده الصالة، الصالة مساحتها كبيرة، طبعا مصلات التكييف جاهزة، التدفئة بتاعتها تدفئة أرضية. مساحة الشقة 185 متر، طبعا بدون الحديقة اللي بره. عندي هنا ده حمام، يبقى كده دي غرفة، أول غرفة، تاني غرفة، في غرفة جت في الأول في المدخل. دي الغرفة رقم 3، يجي معاها بلكونة صغيرة. بعد كده دي الغرفة الماستر، مساحتها كويسة، بيجي معاها حمام. ومكان دولاب الملابس، مساحته كبيرة كويسة برضو. شقة 4 غرف وصالة، مطبخ منفصل، 3 حمامات مع حديقة خاصة، مساحتها 185 متر بدون الحديقة في مشروع أركا لايف 2 للبيع.